السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب جميعا تكونوا بخير. الفيديو ده ان شاء الله هنستكمل في سيكشن رقم 4 في يونت 2 في سي ام اي بارت 2. اخدنا اول اتنين كومبوننت في الاي ار ام، النهارده ان شاء الله هناخد العنصر رقم 3 في الاي ار ام كومبوننت البرفورمانس. الفيديو بسيط ان شاء الله، مش هطول عليكم، وده هيكون الجزء الثالث من السيكشن ده. طيب بيقول لك ايه؟ بيقول لك performance related to ERM practices that supports the organization decisions in pursuit of value. Those practices consist of identifying, assessing, prioritizing, responding to, and developing a portfolio view of risk. Five principles relate to performance. بيقول لك ايه؟ يعني ان بيقول لك ان الاداء ليه علاقه، او اداء الشركه او اداء الموظفين ليه علاقه كبيره جدا بال ERM بتاع المنظمه، وازاي انت تقيم الاداء بتاعك عشان تحمي نفسك من الاخطار اللي ممكن تواجهك، وازاي تمشي الموظفين بتوعك على سيستم ممنهج عشان تتفادى الاخطاء او تتفادى المخاطر. بيتضمن ايه الاداء ده؟ بيتضمن تحديد وتقييم وتفضيل وتطوير الاداء لكي نتجنب البورتفوليو ريسك او المخاطر اللي موجوده جوه الشركه. Prioritizing يعني فكرة التفضيل، يعني إن هو أقدر أواجهه الأول، إن هو الريسك اللي المفروض قبل أواجهه أو قبل الريسك التاني عشان أقدر إن أنا أعمل لهم رانكينج كده أو أرتبهم مين أقدر أتعامل معاه ثم التاني ثم التالت وما إلى ذلك. رقم واحد بيقول لك the organization identifies risk that affect the performance of a strategy and the business objective. يعني يجب على الشركة قبل اما تحدد الاداء ان هي تحدد المخاطر اللي هتواجهها واللي بتؤدي الى تنفيذ الاستراتيجيه والاهداف. The organization should identify risks that disrupt operation and affect the reasonable expectation of achieving strategy and business objective. يعني يجب على الشركه ان هي تحدد المخاطر واللي بامكان المخاطر دي انها تعطل العمليات تبع الشركه وتؤثر على توقعاتها في الوصول للاهداف والاستراتيجية. الكلام بسيط والكلام سهل وبيتعاد تاني ولكن بصيغ مختلف. طيب رقم بي بيقول لك ايه؟ بيقول لك new emerging and changing risks are identified. Examples are risks resulting from changes in business objective or the business context. بيقول لك يجب على الشركة ان هي تحدد المخاطر الجديدة او المخاطر الناشئة من مخاطر اخرى. Emerging يعني مخاطر ناشئة من مخاطر اخرى. And the changing risks are identified. Example are risks resulting from changes in business objective or business context. لو انت ما وصلتش للاهداف بتاعتك هتقابلك معوقات، المعوقات دي اخطار، فلازم تحط في اعتبارك مواجهه الاخطار دي وازاي هتتعامل معاها. Opportunities الفرص. Opportunities actions or potential actions that create or alter goal or approach for the creation, preservation or realization of value. الفرص هي عباره عن افعال محتملة، هي مش أفعال، هي ظروف محتملة ممكن تغير الأهداف بتاعتك، ممكن تستغلها عشان تحقق القيمة بتاعتك أو تحقق الهدف بتاعك أو تحقق الفاليو اللي أنشأت الشركة عشانه. يعني في فرص هتقابلك، الفرص دي عوامل خارجية مش عوامل داخلية. يعني في الجملة اللي بعدها بيقول لك إيه؟ they differ from positive events occurrences in which performance exceeds the original target. يعني لو انت عديت التارجت، الموظف عدى التارجت اللي محطوط له، فده سترينث، دي نقطه قوه داخليه جوه الشركه. ولكن انا بقول لك نقطه قوه خارجيه، عامل مؤثر اتاثرت بيه الشركه وكان عامل ايجابي opportunities، غير ما يكون عامل ايجابي جوه الشركه زي ان مثلا الموظفين عدوا التارجت بتاعه. رقم سي، risk identification methods and approach include day-to-day activities, budgeting, business planning or reviewing customer complaints, simple questionnaire, facilitated workshop, interviews, or data tracking. يعني بتحدد الريسك، والريسك ده بيتضمن الأخطار الناتجة من العمليات اليومية day-to-day activities، العمليات اليومية من إعداد الموازنة والتخطيط ومراجعة شكاوى العملاء والاستبيانات وورش العمل اللي أنت بتعملها عشان تكتشف الخطر، والمقابلات اللي أنت الانترفيوز اللي أنت بتعملها مع الناس وتتبع البيانات. رقم D، the risk inventory consists of all the risks that could affect the entity. Risk inventory يعني مخزن الريسك، وده جواه كل الأخطار اللي ممكن تواجه الشركة، اتكلمنا عنها قبل كده. طيب، risk and opportunity identification should be comprehensive across all levels and functions of the entity. يعني تحديد الخطر وتحديد الفرصة يجب إن هو يكون شامل على جميع مستويات الشركة.
يعني في كل مستوى من مستويات الشركة، سواء المستوى الأعلى أو المستوى المتوسط أو المستوى الأدنى، هتقابله خطر وهتقابله فرص. لازم أنت تكون محدد ومقيم وتقدر تقيم المخاطر دي وتقيم الفرص اللي ممكن تواجهك، وسواء إن أنت تتعامل مع المخاطر أو تستغل الفرص. طيب نكمل. رقم 2، The organization assesses the severity of risk. Severity is a measure of such a consideration as impact, likelihood, and the time to recover from events. يعني يجب على الشركة إن هي تخمن خطر الريسك، severity of risk، خطر مدى خطر الريسك، وقد إيه تأثيره، impact، ومدى حدوث احتمالياته، likelihood، and the time to recover from event، ووقت التغلب عليه هياخد قد إيه. Common measures of severity include combinations of impact and likelihood. طب يعني impact يعني likelihood. Impact is the result or effect to the risk. يعني أثر الخطر اللي أنت بتواجهه. الخطر ده قد يكون إيجابي، يعني لو أنت استغليته استغلال أمثل أو قدرت تتعامل معاه فممكن يمثل لك عامل إضافي أو عامل إيجابي للشركة. مش كل الأخطار هتعمل لك عامل سلبي، أو مش كل الأخطار هتأثر عليك بالسلب، لا، في أخطار أنت ممكن تعتبرها فرصة وتستغلها. طيب likelihood is the possibility that an event will occur. Likelihood may be expressed qualitatively زي remote probability، quantitatively زي 75% probability. يعني قصده إيه؟ بيقول لك إن احتمالية حدوث الخطر دي ممكن أن تعبر عنها بشكل وصفي، زي مثلا ايه، لا ده قريب الحدوث، لا ده بعيد الحدوث. ريموت بروبابيلتي يعني بعيد الحدوث، يعني مش هقدر اتعامل معاه دلوقتي او مش هحطه في حساباتي دلوقتي. ممكن اعبر عن احتماليه حدوث الخطر بشكل كامل، اقول لا ده في احتماليه 75% ان هو يحصل، او لا ده هيحصل مره كل 6 شهور، فلا بعيد يعني عادي ما ممكن اتجنبه. فهي دي الفكره. طيب رقم بي بيقول لك the time horizon to assess risk should be identical to that of the related strategy and the business objective. For example, the risk affecting a strategy that takes 2 years to achieve should be assessed over the same period. يعني الزمن اللي انت هتقدر تتغلب فيه على الريسك ده، الزمن ده بيتحدد وفقا للاستراتيجيه اللي انت حاططها. فلو الاستراتيجيه اللي انت حاططها على مدار سنتين، فلازم تحدد الأخطار اللي هتواجه الاستراتيجية دي أو هتأثر فيها على مدار الساعتين دول. ده قصده الجملتين دول. طيب risk is assessed at multiple levels. entity الريسك بيقيم على كل المستويات، سواء الريسك اللي بيواجه الشركة ككل أو الريسك اللي بيواجه القطاعات أو الريسك اللي بيواجه الوحدات أو الريسك اللي بيواجه الأقسام of the organization and linked to the related strategy and business objective. النقطة اللي بعدها بيقول لك the severity of risk may vary across level. قوة الخطر بتختلف من مستوى للتاني. فلو الخطر بيقابل الموظفين ممكن يكون أشد من الخطر اللي هيقابل المدراء، أو العكس، الخطر اللي هيقابل المدراء هيأثر على الشركة أكتر من الخطر اللي هيقابل الموظفين. For example, a risk with high severity of the operating unit level may have low or moderate severity at the entity level. زي ما أنا قلت لك، الخطر اللي بيقابل الوحدات أقل من خطر وحدة التشغيل، أقل من خطر بيواجه أي وحدة أخرى أو المستوى الشركة ككل. Qualitative and quantitative method may be، قلناها يعني مرة واثنين وثلاثة، الفرق ما بين الاثنين، Qualitative وصفي والquantitative كمي، وهيقابلنا تاني في آخر السكشن ده. Qualitative method are more efficient and less costly than quantitative method. Examples are interviews, surveys, and benchmarking. الكواليتيتيف هي طرق وصفية تعبر عن الخطر، الكوانتيتيف هي طرق كمية تعبر عن الخطر. ايه الفرق ما بينهم؟ ان الكواليتيتيف هي طريقة وصفية اقل طبعا في التكلفة من الطرق الكمية. زي ايه؟ امثلة عليها انترفيوز، يعني انا اتقابل مع ناس كده واعرف منهم واتناقش معاهم واعرف منهم انطباعهم عن الشركة، انطباعهم عن اللي انا بعمله، ايه الاخطار اللي ممكن تواجهني لو انا قعدت مع خبراء في المجال بتاعي وما الى ذلك. سيرفيز استبيانات. بنش ماركينج يعني انا بقارن الاداء بتاعي بارقام ستاندردايزد محطوطه بحيث ان انا اشوف انا الاداء بتاعي كويس ولا الاداء بتاعي مش كويس.
quantitative methods are more precious than qualitative methods. يعني طبعا اغلى واكبر تكلفه لانها بتحتاج متخصصين اكتر، بتحتاج ناس analyst اكتر، بتحتاج انشطه زي decision trees. decision trees برضو ده موضوع شجره اتخاذ القرار، modeling النمذجه، مونتي كارلو سيميوليشن، برضو كل ده طرق كميه لاتخاذ القرار بتحتاج ارقام وبتحتاج مجهود اكبر وبتحتاج تكلفه اكبر. The organization should reassess severity whenever triggering events occur, such as changes in business context and risk appetite. يعني لازم تعمل إعادة تقييم لنتائج الخطر ده واللي بيؤدي إلى تغيير يا إما في سياق الأعمال أو في risk appetite. يعني أنت قررت إن أنت تواجه الخطر خلاص. هل الخطر اللي أنت هتواجهه ده بعد ما قدرت إن أنت تقبلته وهتتعامل معاه، هل هيغير فكرتك من النشاط اللي انت هتخشه؟ هتقول لا خلاص انا بعد ما قابلت الخطر ده لقيت ان انا غلط وهغير النشاط بتاعي. او ريسك ابيتايت، ريسك ابيتايت قلنا ان هي فكره قبولك للخطر. هل انت هاوي ان انت تخش في الحاجات اللي فيها مخاطر عشان هتقابل فيها عوائد اعلى، ولا بتتجنب الخطر اصلا، بتتجنب الانشطه؟ طيب انت لما دخلت في النشاط ده لقيت ان الخطر بتاعه اعلى من توقعاتك واعلى من امكانياتك، هل بعد كده هتبقى ريسك افيرس؟ يعني تبقى بعد كده تدخل في الانشطه اللي فيها تجنب للخطر لان انت ما حبيتش الانشطه اللي فيها خطر، مع ان انت كنت ريسك سيكينج، مع ان انت كنت حابب الخطر ده؟ فاهم قصدي؟ فهي بتغير من فكره الريسك ابيتايت بتاعتك. The risk assessment should consider inherent risk, target residual risk and actual residual risk. يعني تقييمك للمخاطر يجب ان هو يتضمن الخطر المتلازم بالنشاط بتاعك. كل نشاط ليه علاقه، لازم يكون له مخاطر، فالمخاطر بتاعت كل نشاط هي اسمها inherent risk. اي نشاط في العالم جواه مخاطر، المخاطر دي اسمها inherent risk. target residual risk يعني قلنا ان انت بعد ما اتعاملت مع المخاطر هيتبقى برضو بعض المخاطر اللي انت مش هتعرف تتعامل معاها، المخاطر دي اسمها residual risk. المخاطر دي انت بتكون عارف ان دي اللي هتتبقى معاك، دي اللي مش هتعرف تتعامل معاها، اسمها target المستهدفة، المخاطر المستهدفة الباقية. and actual residual risk يعني المخاطر اللي اتبقت منك وانت ومعرفتش تتعامل معاها، يعني هي دي فعلا المخاطر اللي حصلت يعني، او المخاطر المتبقية بشكل حقيقي. هل هي متفقة مع التارجت اللي انت مخطط له ولا لا؟ ده ما نعرفوش، ولكن بقول لك لازم تكون حاططها في اعتبارك. assessment results may be presented using a heat map which highlights the relative severity of each risk. The warmer the color, the more severe the risk. قدامنا الشكل ده كده لقينا ان التدرجات الالوان هنا خفيف، هنا اتقل شويه، هنا اتقل شويه، هنا اتقل شويه. المربع ده يعني خطر صعب وشديد وتاثيره كبير جدا على الشركه. هنا تاثيره اقل، هنا تاثيره اقل، هنا تاثيره اضعف خالص. Like hold rating يعني فكرة هنا نسبة الحدوث، impact rating يعني التأثير بتاعه، تمام؟ فده قصدي. رقم 3. The organization prioritizes risk at all levels. أولوياتك في تحديد المخاطر. قلت لك إن أنت لازم تحط أولوياتك في التعامل مع المخاطر، أنهي خطر لازم إن أنت تتعامل معاه الأول، وأنهي خطر أشد من التاني فلازم إن أنت تلحقه قبل ما تروح تبص على خطر تاني. Risk prioritization enables the organization to optimize the allocation of its limited resources. يعني بتساعد الشركة في تحديد أفضل قرار والاستغلال الأمثل للموارد. طبعًا لما أنت تحدد أولوياتك ده هيساعدك في اتخاذ قرارات بشكل أمثل وتوزيع أمثل للموارد. In addition to severity, the following factors are considered when prioritizing risk. عوامل لازم تحطها في اعتبارك عند تحديد أولوياتك في التعامل مع المخاطر. Agreed upon criteria. يعني لازم يكون في اتفاق بشكل عام إن ده الخطر اللي أنا هواجهه. أول، لازم كلنا نتفق إن ده الخطر، وخطر يمثل تهديد على الشركة، ولازم نتعامل معاه قبل أي خطر تاني. risk appetite لازم برضه تحط في اعتبارك هل الشركه بتحب الخطر، بتحب الانشطه اللي فيها اخطار فتدخل فيها، ولا بتتجنب الانشطه اللي فيها اخطار فما بتحبش ان هي تخش فيها. The importance of the affected business objective and the organization levels affected.
يعني الأهداف تبع الشركة ومين في المستويات بتاعة الشركة هيتأثر. لازم تحط في اعتبارك قبل ما أنت تواجه أي أخطار أهداف الشركة، وهل الأخطار دي تتعارض مع أهداف الشركة ولا عادي لما تحصل ومش هتأثر قوي في أهداف الشركة، وأنهي خطر أشد على أنهي مستوى. كل مستويات الشركة هيقابلها أخطار، مين المفروض تتعامل معاه ومدى تأثير الأخطار دي على مستويات الشركة. طيب agreed upon criteria، يعني ايه agreed upon criteria؟ قلنا يعني اتفاق عام ان ده الخطر اللي هنواجهه. agreed upon criteria are used to evaluate the characteristics of risks and to determine the entity capacity to respond appropriately. higher priority is given to risks that most affect the criteria. examples criteria include the following. يعني قدرة الشركة على تحمل الخطر عشان تقدر تتعامل معاه بشكل مناسب. قدرة الشركة على تحمل الخطر عشان تقدر تتعامل معاه بشكل مناسب لازم تكون متضمنة أكثر من مفهوم. فجايب لك examples، بيقول لك complexity. complexity is the nature and scope of the risk. example interdependence of risk. يعني طبيعة الخطر ده، طبيعة الخطر عامل ازاي. velocity يعني سرعة تأثير الخطر، is the speed at which a risk affected the entity. persistence الاستمرارية، استمرارية الخطر ده هنقدر نتخلص منه امتى. adaptability القدرة على التكيف معاه، هل انت هتقدر تتكيف معاه ولا لازم تخلص منه على طول. recovery ازاي هتقدر تتخلص منه. تمام، اظن الدنيا بسيطة جدا. higher priority also is assigned to risk that يعني تقييمك للمخاطر وتحديد أولوياتك لازم تحط في اعتبارك. أول حاجة approach or exceed risk appetite، الطريقة اللي انت هتقدر تتعامل مع الخطر ده والrisk appetite بتاعتك. cause performance level to approach that outer limits of tolerance، يعني فكرة هل المخاطر اللي انت داخل فيها وداخل ان انت تواجهها بقلب جامد هل هتتعدى اصلا امكانياتك؟ ما هي لو تعدت امكانياتك انت مش هتقدر تواجهها، فلازم تكون حاططها في اعتباراتك. tolerance يعني مقدار تحملك للخطر. affect the entire entity or occur at the entity levels، يعني هل الخطر ده هيأثر على الشركة ككل ولا هيأثر على واحدة من الشركة. طيب رقم 4 بيقول لك the organization identifies and select risk responses recognizes the risk may be managed but not eliminated. risk should be managed with the business context and objectives performance target and risk appetite. يعني بعد تحديد الريسك لازم تعرف الريسك ريسبونس، لازم ترد على الريسك ده وتتعامل معاه. risk response يعني تتعامل مع الريسك ده ضمن نطاق العمل واداء الشركه. هل تعاملك مع الريسك ده هيكون بالاكسبتنس، يعني انت هتتوافق على قبول الريسك ده، خلاص انا راضي ان الريسك ده اللي هيواجهني، ويعني بيقول لك no action is taken to alter the severity of the risk. acceptance is appropriate when the risk is within the risk appetite. يعني انا خلاص مش هتعامل معاه، انا راضي بيه وانا عارف انه هيواجهني وهقدر اتحمل مخاطره كلها او هقدر اتحمل تاثيره كله. avoidance action is taken to remove the risk. avoidance typically suggest no response would reduce the risk to an acceptance level. يعني عايزين نخلص منه بقى خلاص. يعني avoidance typically suggest no response would reduce the risk to an acceptable level. طيب pursuit يعني انا هتتبع الخطر ده، هي قريبه شويه من الacceptance. action is taken to accept increased risk to improve performance without exceeding acceptable tolerance. هتعامل معاه وهتتبعه ولكن مش هخليه يتجاوز امكانياته. reduction يعني هقلل منه شويه، يعني تاثيره كبير هحاول اقلل من تاثيره شويه، تاثيره الضار بالشركه. action is taken to reduce the severity of the risk. sharing action is taken to reduce the severity of the risk by transferring a portion of the risk to another part. examples are insurance, hedging, joint ventures and outsourcing. فكرة مشاركة الخطر، لو انت رايح لشركة تأمين وبتقول لها عربيتي دي انا هدفع تأمين كل سنة عشان لما يحصل حادثة بالعربية او العربية تبوظ او اي حاجة انت تدفعي لي ثمنها
وتصلحها لي على حسابك. لما عربيتك تعمل حادثه فده خطر، ولكن شركه التامين هي اللي هتدفعه، فبالتالي انت عملت مشاركه للخطر. كمان اوت سورسنج، اوت سورسنج لو انت هتصنع بره، يعني مش انت اللي هتصنع المواد دي جوه مصنعك وهتاخد المواد دي جاهزه، او هتصنع مواد تانيه في مصنع بره، سواء مثلا جوه البلد اللي انت فيها او في بلد تانيه، فده برضو نقل للمخاطر يعني، او مشاركه للمخاطر. مش انت اللي هتصنع، ومش انت اللي هتتجنب كل المخاطر الناتجه من هذه العمليه او عمليه التصنيع، لا انت بتصنع في حته تانيه، فده اسمها اوت سورسنج. طيب رقم بي، The following are the factors considered in selecting and implementing risk responses. They should be chosen for and adapted to the business context. لازم يكون متناسب مع مجال الشغل اللي انت بتشتغل فيه. Costs and benefit، لو تكاليف معالجة الخطر ده تعدت المنفعة اللي انت هتدخل داخل النشاط عشانها، يعني انت داخل نشاط معين وعارف ان هيجي لك فوائد وهيجي لك benefit من دخولك للنشاط ده، ولكن هيقابلك مخاطر، تكاليف التعامل معاها اكتر من الفوائد اللي هتجيلك، فبالتالي انا مش هتعامل، مش هدخل النشاط. طب لو الفوائد اكتر لا هخش النشاط. They should further compliance with obligations، لازم تكون متوافق مع فكرة الاندستري ستاندرد، يعني معايير الصناعة، في معايير انت ماشي عليها لازم تكون متبعها. And achievement of expectation، لازم تكون برضو فكرة إن أنت عايز تتغلب على المخاطر دي، لأنها تتعارض مع الميشن بتاعتك وبتتعارض مع الجولز بتاعت الستيك هولدرز والإكسبكتيشنز بتاعتك. They should bring risk with risk appetite and result in performance outcome with tolerance. كان بيعيد نفسه فكرة إن أنت لازم تنزل الريسك ده وتقدر تقلله عشان يبقى ضمن الخطر المقبول أو الخطر اللي هتقدر تتغلب عليه وفق إمكانياتك. Risk response should reflect risk severity، يعني لازم التأثير بتاعه risk severity يعني التأثير بتاعه شديد، فلازم انت تتعامل معاه لان تأثيره شديد، او لو تأثيره قليل يعني هتحاول تأجله وتاخد خطر تاني اكثر اولوية. Control activities are designed and implemented to ensure risk responses are carried out، يعني نظام رقابة داخلية بيتأكد ان ردودنا او مقدار تعامل كل عنصر جوه الشركه مع المخاطر اللي قابلته نفذ بالشكل الصحيح. هناخد هنا في الجزئيه دي اربع مفاهيم مهمه: ريسك فيو، ريسك كاتيجوري فيو، ريسك بروفايل فيو بارشال انتجريشن، وبورتفوليو فيو فول انتجريشن. الفرق بين الاربعه، الفرق بين الاربعه يهمني انت تفهمه. Risk are identified and assessed. Emphasis is on the event, not the business objective. يعني عندما تحدد الخطر، هل هو على الحدث نفسه؟ يعني هل هو على وحدة معينة جوه الشركة، على قسم معين جوه الشركة، ولا على الشركة ككل؟ فبالتالي لازم أنت تقدر تتعامل مع المخاطر على مقدار الوحدة، وما تخليهاش تتجاوز وتأثر في وحدات تانية جوه الشركة أو تتعارض مع البيزنس أوبجيكتيف بتاعة الشركة. Risk Category View Limited Integration، يعني تصنيف الريسك، هل أنت بتصنفه إزاي؟ Categories Based on Operating Structure، زي ما احنا اتكلمنا على فكرة الماب، الهيت ماب، قلنا أنت بتصنف الخطر أو تحدد أولوياتك على أساس الهيت ماب دي. طيب Risk Profile View Partial Integration، يعني فكرة إن الخطر ده تأثيره على جانب معين جوه الشركة مش على البيزنس ككل. طب اللي تحتها Full Integration، لا، تأثير الخطر ده على الشركة وأدائها واستراتيجيتها ككل. Cascaded، يعني فكرة إن القرارات أو الأخطار أو الأهداف نازلة من فوق، نازلة من المدير الأعلى للي تحت، للأقسام السفلى، تنزل من فوق لتحت. رقم C، محفظة المخاطر. بيقول لك إن أي خطر متبقي، يعني residual risk profile، يجب أن يكون aligned with overall risk appetite، لازم يكون متوافق مع فكرة
شهيتك للمخاطر، او فكره برضه ريسك افيرس والريسك سيكينج اللي احنا اتكلمنا معاهم. هل انت راضي بالخطر ده؟ هل انت بتحب المخاطر؟ بتحب انت تخش في الانشطه اللي فيها مخاطر فتتقبل الريزيدوال ريسك ده، ولا انت ما بتحبش الانشطه اللي فيها مخاطر فمش هتتقبل الريزيدوال ريسك ده؟ برضه فكره الكواليتيف والكوانتيتيف، يقول لك كواليتيف اند كوانتيتيف ميثود may be used to evaluate how changes in risk may affect the portfolio view of risk. Qualitative methods include benchmarking, scenario analysis, and stress testing. زي ما قلنا الطرق الوصفية تتضمن البنشمارك، interviews, surveys, scenario analysis, and stress testing. Quantitative تتضمن statistical analysis، طرق إحصائية وطرق كمية. بكده نكون خلصنا الجزء الثالث في السكشن ده، ويتبقى لنا الجزء الأخير رقم 8 ورقم 9. بشكركم شكرا جزيلا وبالتوفيق إن شاء الله.